اخويا هذه غير هضره وكلام ديال الناس باش كومصا باش عادي يطلعوا ليه الدم باش يخرجوا عليه هضره خاويه. السيد الشخصيه اللي عنده ما عندش سبع شخصيته عادل؟ وكانت عادل هذه الشخصيه عنده ضعيفه يتزوج بوحده قبل مني ويطلقها يتزوجني انا يبقى ما شنو يعني داكشي تيبقى بيرسونيل. السيد راه شخصيته قويه جدا 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 يعني انا هاد الهضره هادي حيت انا كمانجر ديالو باش يبقاو يرجعوني زعما انا اللور فهمتي يعني باش يبقى يخلقوا العلاقه بيناتنا بيني وبين راجلي. كيفاش انا يا شخصيته ضعيفه؟ شخصيته قويه هو يا هادشي اللي كاين. انا اول حاجه نعرفه المغاربه كامله مسانده عادل لانه فنان فهمتي كبير لان هاد الناس هادو اللي كيجيو اصلا كيجيو على ود عادل باش يتصوروا معاه. وباش كاينين بعض الناس اللي مشريين وبعض الناس اللي جيران هاد السيده ولا اصدقاء ديالها هادوك هما اللي كيسبوا. اما لا بليبر ديال الناس راه ما كيسبوش الناس مربيه راه ما كتسبش. كنقول لهم شكرا جزيلا اللي مساندين عادل وهادوك الناس اللي مشريين الله يعفو عليهم مره اخرى هادشي راه غادي يسالي وراه خاصهم يدبروا على شي حرفه باش يقتاتوا منا. هادشي اللي كاين.